السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اخر السيشنز دي في الايفنت دايما بتكون صعبة شوية. طيب اعرفكم بنفسي، محمد الفاتح واسب تشابتر ليدر، دكتور محمد حجازي رئيس هيئة التشريعية في وزارة الاتصالات. الحقيقة السيشن النهاردة هي يعني 30 مينتس، هنتكلم سريعا كده عن بعض الريكوايرمنتس الموجودة في الريجوليشن الخاصة ب السايبر لو الخاص اللي في مصر اللي نزل، وشويه تفاصيل خاصه عن اللائحه التنفيذيه اللي ان شاء الله ممكن تصدر قريبا. يعني حقيقه مبدا كنت عايز اسال سؤال، كم واحد من الموجودين قرا القانون، قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه؟ 1 2 3 4 5. هايل، ممتاز. 6، ممتاز. طيب كم واحد من الحضور حاسس ان هو عليه liability نتيجة ان هو طبيعة شغله او whatever حاسس ان هو عليه liability؟ كم واحد حاسس ان هو عليه liability بس مش متأكد؟ يعني ممتاز. طيب الحقيقة احنا مش هنخش في الموضوع على طول، واحنا يعني التركيز اكتر على ان احنا نسمع اسئلة. انا همشي بسرعة جدا في السلايدز، وهنفتح باب الاسئلة عشان ده اكتر حاجة اعتقد هتكون مفيدة، وجود دكتور محمد حجازي برضو هيكون فيه اضافه كبيره جدا لو في اي تفاصيل خاصه بالجانب التشريعي. يعني طيب انا قبل ما ابدا بس شويه ديفينيشنز او تعريفات كان القانون بيتكلم عنها. اول تعريف، وده اكتر تعريف عامل لخبطه، مقدم الخدمه. مقدم الخدمه اي شخص طبيعي او اعتباري ممكن تبقى شركه او كده، يعني بيقدم بيزود مستخدمين بتكنولوجيا المعلومات. خلاص الشرط هنا انت بتقدم خدمه يكون في يوزر، في مستخدم. يعني لو انت عندك مستخدم اصبحت مقدم خدمه. والتعريف هنا في اللائحه التنفيذيه اتحط له برضه شويه تفاصيل اكتر، لكن بصفه عامه مقدم الخدمه، لان القانون بيتكلم بشكل كتير جدا اثناء البنود بتاعته عن بيريفير لمقدم الخدمه. طبعا الموقع احنا بنتكلم على الويب سايت. انا طبعا باخد التعريفات اللي ليها علاقه بالابلكيشن سكيورتي اللي تهم الناس اللي هو السوفت وير ديفلوبرز او الناس المهتمين بالابلكيشن سكيورتي ان جنرال. مدير الموقع، خلاص، وهنا بنتكلم على الشخص المسؤول عن الادمنستريشن الويب سايت، وكمان الشخص المسؤول عن الاكس كنترول ومين اللي يقدر يتعامل مع الويب سايت، وكمان الديفلوبرز للويب سايتس. فهو تعريف كامل لكلمه مدير الموقع. حركه الاتصال وبيانات المرور، خلاص، دي البيانات الخاصه بالكوميونيكيشن بين الابلكيشن نفسه واليوزرز. بنتكلم على الابلكيشن لاير. نظام معلوماتي، اي تولز بتستخدم في معالجه البيانات او تقديم خدمه معلوماتيه. كل دي ديفينيشنز موجوده في الاول، وبعد كده اثناء البنود خاصه بالقانون بيتم استخدام الديفينيشنز دي. طيب نخش سريعا، انا همشي كويكلي بسرعه جدا للبنود عشان زي ما قلنا احنا الهدف ان احنا نسمع اسئله، ونحاول لو في اي اضافات محتاجين نتكلم عنها. فبس طبعا لو حد عنده اي استفسار بليز انتربت مي. يعني طيب البند الاولاني، الماده رقم 2 في القانون، ده من اهم ماده في القانون بالنسبه للناس اللي بتعمل السوفت وير ديفلوبمنت. هو بيتكلم على الالتزامات الخاصه بمقدمي الخدمه، اي حد بيقدم خدمه. لو احنا بنتكلم على ابلكيشن، انت عندك موبايل ابلكيشن، عندك ويب ابلكيشن، از لونج از ان في يوزرز للابلكيشن ده انت اصبحت مقدم خدمه. حطه اونلاين، نزله على اب ستور، حطه وات ايفر فين انترنال اورجانيزيشن، عندك ابلكيشن في يوزرز جوه، عملت ابلكيشن في مول، حتى في حاجه كلوزد، في الاخر في ابلكيشن وفي يوزرز، فانت اصبحت مقدم خدمه. طيب التزامات القانون هنا بيتكلم على ان انت لازم تحتفظ بمده 180 يوم لبعض البيانات. والبيانات هنا باختصار كان الهدف من البند دوت ان يسهل على جهات التحقيق او الضبط القضائي ان هو لما يحصل انسيدنت يقدروا يعملوا تراكنج الاتاكر ده دخل منين وكده. فكطبيعه الحال انا عندي اتاك حصل، الاتاكر هيحاول يشوف اي لوج سورسز موجوده، يحاول يشوف اي بي ادرس، يحاول يشوف يوزر نيم، يحاول يشوف ايميل، رقم تليفون، معلومات كتير جدا ممكن جهات التحقيق تحاول تدور عنها. القانون في حد ذاته وضح ان احنا الابلكيشن ادمنستريتور يعني او مدير الموقع ملتزم ان هو يحتفظ ب 180 يوم لوجز لتمكن جهات التحقيق من انها تقدر تعمل تراكنج للاتاكر. طيب لو هنتكلم بقى على الابلكيشن تحديدا في اللائحه التنفيذيه، هنا بنتكلم ذكرت بالتحديد الاي بي ادرس، اتكلمت على الماك ادرس، اتكلمت على الايميل نمبر.
اتكلمت على اي حاجه لها علاقه باليوزر ريجستريشن، ايميل، رقم تليفون او يوزر نيم. فاي واحده من دول انت مطالب ان انت تعمل لها لوج لمده 180 يوم. طبعا مين فيهم دي تبقى ترجع لطبيعه الابلكيشن. في ابلكيشنز معينه ببلش على الانترنت انت عندك قدره انك فيها ساين اب، في ابلكيشنز ما فيهاش ساين اب فانت ما فيش اي معلومات خاصه باليوزرز فانت ممكن يكون عندك الاي بي ادرس. في ابلكيشنز ثانيه اصلا اي او تي فانت بتعتمد على الماك ادرس اكتر، في على حسب طبيعه الابلكيشن. لو انت عندك موبايل ابلكيشن ممكن يكون الايمي نمبر، وان كان برضو الايمي نمبر دلوقتي بقى احيانا بيكون صعب انك تعمل له كولكشن او تعمل له لوج فبتحتاج تاخد الاي بي ادرس. في الاخر اللائحه ما حددتش ايه بالظبط، لكن اي واحد من دول بتعتمد على حسب طبيعه الابلكيشن. في الاخر اي معلومه منهم هتقدر تكون انبوت كويس يقدر يخلي جهات التحقيق تقدر تعمل تراكنج لليوزر. الجزء بس في اللائحه اللي كان محدد شويه ان انت لو هتعتمد على ان انت مش هتلوج الاي بي ادرس خلاص وهتعتمد بس على الساين اب انفورميشن اليوزر نيم الايميل، فلك لازم يبقى فيه كونفرميشن للرقم التليفون. فانت لو عندك ابلكيشن فيه ساين اب وانت مش قادر تلوج الاي بي ادرس في الحاله دي بتاخد اليوزر نيم بتاخد رقم التليفون لازم تبعت له اس ام اس او تبعت له اي كونفرميشن تبقى متاكد ان رقم التليفون اللي متسجل ده رقم مظبوط. ليه؟ برضو ليها تفاصيل كتير قوي ممكن دكتور محمد حجازي يوضحها مرتبطه اكتر بالاجريمنتس مع الان تي ار اي. طيب انا ماشي بسرعه جدا، لو في حد عنده اي سؤال طبعا اتفضلوا مشكورين، بس انا عايز اخلص بسرعه ونكولكت از ماتش انفورميشن او كويستشنز از وي كان. البند الثاني انت مش بس مطالب ان انت تحتفظ ببعض البيانات او بعض المعلومات، لا انت كمان كمدير موقع مسؤول عن تامين البيانات الخاصه باليوزرز اللي عندك. كويس. وعندك مادتين، المادة 2 بتتكلم على المحافظة على سرية البيانات اللي يتم حفظها وتخزينها وعدم الإفشاء أو الإفصاح. لو أنت عندك عملت بورتل بيكولكت ساين أب بشكل معين في عندك معلومات خاصة بيوزرز أنت مش بس مسؤول إنك تاخد لوجز منها، أنت مسؤول كمان إن أنت ما تطلعهاش لأي ثيرد بارتي وتحافظ على البرايفسي والسكيورتي بتاعتها. كويس. اللائحة التنفيذية، ذكرت بشكل تفصيلي، طبعا القانون نفسه ما ذكرش ايه الريكويرمنتس المطلوبه. في اللائحه التنفيذيه اتكلمت على الانكريبشن، بنتكلم على الابلكيشن لاير، بنتكلم على اي مكان فيه داتا ستورد حطيتها في فايل في اكس ام ال فايل فايل سيرفر في داتابيز وات ايفر انت ما لازم تعمل فيها انكريبشن وحددت شويه مينيمم بروتوكولز لحاجه زي كده. اتكلمت على الباك اب وقالت ان لازم يحصل ريستور تيست مرتين، مره واحده كل سنه. لو طبعا في ريكويرمنتس كتير مش ابليكابل على الابلكيشنز بس انا محدد اكتر الريكويرمنتس الخاصه لو في ابلكيشن موبايل او ويب. اتكلمت بالتفصيل على التي ال اس او سكيورنج الكونكشن بتاع الاتش تي بي. اتكلمت بالتفصيل قوي على الاكسس كنترول وان انت تبقى متاكد من يكون في اكسس مانجمنت بشكل مظبوط، الاكسس بروفيجننج يكون مظبوط، الجزء الخاص بيه ما يكونش فيه يوزر نيم واحد او ايدنتيتي واحده لكذا يوزر على السيستم عندك، لازم كل واحد يكون منفصل. كل المعلومات دي كلها موجوده في اللائحه التنفيذيه والهدف منها اجين ان لو حصل لا قدر الله اي انسيدنت جهات التحقيق تقدر تساعدك بسهوله تعرف توصل مين اللي عمل الاتاك دوت. اتكلمت على الاسيت انفنتوري، بنتكلم هنا برضو لو في ابلكيشن يبقى انت بتتكلم على ابلكيشن اسيتس انفنتوري. واتكلمت على الباسورد كومبلكسيتي، خلاص برضو ايه الباسوردز اللي انت مسموح لليوزرز بتوع الابلكيشن بتاعك يعملوها عندك وازاي انت تنفورس حاجه زي كده وكل الباسورد بوليسي المطلوبه. الحقيقه اللائحه حطت سيكشن كامل للجهات الخاصه بالكريتيكال انفراستراكشر، مش هخش فيها في التفصيل لكن داخل في تفاصيل اعمق بكتير جدا. هنا بس بنتكلم على حاجات خاصه بالابلكيشن لاير، لكن لو في حد من الحضور شغال في وزاره الكهرباء، شغال وزاره المياه، شغال في اي حاجه ليها علاقه بالكريتيكال انفراستراكشر، وبرده في القانون الكريتيكال انفراستراكشر في اللائحه التنفيذيه فيها التعريف كامل بكل الجهات اللي تحت مسمى الانظمه الحرجه يعني. طيب برضه في جزء مهم، بعض الناس كتير قوي عندهم ابلكيشنز موجوده، شركه مصريه عندها ابلكيشن موجود على امازون او هوستد بره مصر،
او العكس شركه بره وانت كيوزر عامل مصري عامل سبسكريبشن فيها. في الحالتين القانون يخضع، انت تخضع للقانون لو حصل انسيدنت. في الحالتين القانون المصري ابليكابل، لو انت جهه مصريه الابلكيشن بتاعك بره وحصل عليه اختراق او حصل عليه انسيدنت تقدر تستخدم القانون نفسه عشان تتواصل مع الجهات الامنيه او عشان تاخد اي ليجل اكشن يعني. او العكس لو انت يوزر مصري حتى لو الابلكيشن الاونر بتاعه شركه اجنبيه، من حقك ان انت تستخدم القانون دوت عشان تقدر تكوميونيكيت مع الجهات الامنيه ليتر اون، ممكن تتواصل مع جهات خارج مصر طبعا على حسب الاجريمنتس الموجوده بين الدول المختلفه. طيب فضل اخر مادتين. الماده دي خاصه بحجب المواقع. ممكن الناس عارفه كتير قوي ان بعض الويب سايتس جت فتره كده حصل حجب لبعض المواقع على الانترنت وبعض الناس اشتكت طب انا اتحجب الموقع بتاعي ليه. القانون الحقيقه فصل بشكل واضح البروسيس عشان يحصل حجب لاي موقع، وده اعتقد من الحاجات الكويسه للقانون ان هو وفرها. وكمان حدد بشكل تفصيلي البروسيس اللي لو انت جهه، لو انت عندك ويب سايت عندك ابلكيشن موبايل او ويب وحصل انه اتحجب، ايه البروسيس اللي انت ممكن تاخدها بشكل واضح عشان تتظلم، ومين الجهه اللي تتظلم ليها، وامتى لازم ترد عليك خلال قد ايه. بكل التفاصيل دي كلها موجوده في القانون. فبرضه لو دي مرتبطه شويه، لو انت عندك ابلكيشن لو حصل لا قدر الله حاجه زي كده عندك البروسيس. وكمان انت لو عندك ابلكيشن وحد شركه بره بتقول لك انت هتوظفه في مصر ازاي ممكن يتحجب، لا ده ما بقاش بالشكل اللي انتم متخيلينه، لا في بروسيس واضحه وفي جهات مسؤوله عن حاجه زي كده بشكل واضح. سؤال؟ بص انا عندي سؤال على وجهين. الجزء الاول فيما يخص التعليمات المسؤول بها مقدم الخدمه والابلكيشن نفسه. التعليمات دي في وضع مصر انها عايزه تاخد استثمارات هيبقى صعب للستارت ابس، يعني الشركات الكبيره كلها. انت سمعت السؤال كله ولا عيده من الاول تاني؟ انا سامعك لو أوكي. حد عايز هيبقى صعب دلوقتي. احنا المفروض ان احنا في انفايرمنت احنا بنشجع فيها على الاستثمار. الطلبات المطلوبه دي كلها طبعا اكستريملي بيزك وكريتيكال كانفورميشن سيكيورتي ويتش از ترو. المشكله كلها ان الستارت اب انفايرمنت الناس لسه صغيره على قد بليميتد ريسورسز عايزه تست حاجه في الماركت. الراجل ده بيبتدي ان فايوليشن بالقانون ديفينتلي فور شور، والراجل ده بيزد على القانون وتعليماته عمل جرائم، يعني عمل جريمه رتلي. لو طلع لايف بالذات على الاب ستور زي ما انت قلت او طلع بويب سايت هو ان اكتف انكريمينيشن ستيت، الراجل ده كريمنال. فدي اول كومنت ليا، وده السؤال ازاي هنوفق ما بين نفتح مصر للاستثمارات وافتح ان الشباب تعمل ستارت ابس وتحاول وتفشل وتنجح وكل حاجه فيرسز تامين البلد وتامينها كانفراستراكشر. الجزء الثاني من السؤال خاص بالنقطه دي بالذات. المشكله اللي بتحصل الموجوده حاليا دلوقتي ان حتى ده اتفق عليه وكانت من ضمن المشاكل مع جي دي بي ار، يعني حتى لو احنا بنحاول نطبقها في مصر، ان معظم السيرفيسز اللي بتتقدم دلوقتي هي يوزر بيزد، يعني اليوزر هو اللي بيحط كونتنت فيسبوك تويتر كل الكلام ده كله. اتس فيري فيري ايزي وترايفل ان اليوزر يحط كونتنت ان فايوليشن لكل حاجه في الدنيا. فالنهارده انا لو ارهابي حط فيديو على يوتيوب، طب هنعمل ايه؟ هل هبلوك يوتيوب كله حاليا؟ فور اكزامبل ميديم فور سام ريزون ويب سايت جلوبال بلوكد، اكيد في حد سام هاو ده ويب سايت بلوجينج، اكيد في حد عمل فايوليشنز كتيره جدا 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 عليه، بس انا عاقبت ميديم. لو اتكلمنا على السوق المصري، لو واحد عمل شركه بلوجينج على قده وحد عمل بلوجينج بيعمل اي اكستريمست كونتنت، الراجل ده هيخسر. انت كده عاقبت اللي عمل البروجكت، ما عاقبتش الثريد اكتور الحقيقي، لان هو هيقوم ببساطه شديده ايه ده اتقفل، طبعا هروح اطلع المسجز بتاعتي في بلاتفورم تاني، بس الراجل ده قفل شركته. هايل. فهي النقطه دي السؤالين اللي هو ازاي اوجد البالانس ما بين. انا متفهم جدا 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 للقانون ده معمول والاهداف منه، بس ازاي اعمل ده وانا بلد مش ديفلوبد، انا لسه اندر ديفلوبد وعايز اسحب استثمارات ليا. أيوة. والنقطة التكميلية، كل الناس متجهة إلى المايكرو سيرفيسز والكلاود، فده ان اكزاكت فايوليشن برضه للقانون. أنا أجينست كل حاجة، أنا محتاج أطلع بره في التوقيت إن البلد فيها بترزمني زي الجي دي بي آر، لا ران كل حاجة عندي. طب هل أنا عندي أجر في مصر؟ عندي إي دبليو إس في مصر؟ يعني إي دبليو إس خرج بره مصر وراح الكويت، فدي الكويشن ماركس اللي عندي، وأسف على الإطالة طبعا. لا ميرسي جدا. طيب مساء الخير. الحقيقة يعني
هبتدي من جزء الاستثمار. وجهة نظري الحقيقة إنه القانون واللائحة التنفيذية تحديداً تمام بتشجع على الاستثمار في قطاع صناعة أمن المعلومات في مصر بشكل كبير جداً. قد يكون عند حضرتك حق في مسألة إنه إيه بعض الستارت أبس والإنتربرونيرز عندهم مشكلة فيما يتعلق بالتمويل بقى علشان أقدر أني أبقى كومبلاينت مع القانون واللايحة. ويمكن دي مسألة الحقيقة من الممكن أنه يأوت سورس الخدمة دي تمام في البداية لحد ما يبتدي أنه يكبر شوية وبعد كده يبتدي أنه يسبين اوف ويشتغل بطريقة أفضل. إنما مسألة أنه النهاردة ويمكن الجزء اللي المهندس محمد كان بيتكلم عليه في مسألة مقدم الخدمة كمان إحنا ما نحتملش أنه يبقى في شركة صغيرة أو فرد بيعمل أبليكيشن أو بيعمل ويب سايت عليه عشرات الألاف من المستخدمين أو مئات الألاف من المستخدمين وبياناتهم موجودة عليه وأنه يتم استخدامه في عمليات هاكينج أو دخول غير مصرح به لبنية تحتية حرجة أو لأي كيان أو مؤسسة موجودة. بنحاول أننا نوازن ما بين الاثنين، بالتأكيد أننا بنحاول نوازن ما بين الاثنين. الآليات بتاعت أنه أقدر أني أوت سورس الخدمة لكيانات أكبر شوية تقدر أنها تتولى مسألة التأمين وخلافه، وعشان كده احنا بنقول أنه ده قد يكون بزنس ضخم جداً هيبتدي أنه يظهر وابتدى بالمناسبة يظهر في بعض الأماكن في مصر النهاردة علشان يلم كل الاسميز والستارتابس فيبقوا تحتيه علشان مسألة الكومبلاينس. الجزء الثاني المتعلق الحقيقة بالجي دي بي آر تمام، مين قال انه الجي دي بي ار بتمنع خروج البيانات تمام من مصر؟ مفيش حد بيقول كده، ولا القانون المصري بيقول كده، ولا الجي دي بي ار بتقول كده. احنا بنعمل ايه؟ احنا بننظم مساله تبادل البيانات عبر الحدود مع الدول المختلفه، وبالتالي انا ما ينفعش ان اطلع البيانات الشخصيه تمام خارج حدود دولتي إلا لدولة عندها قواعد قانونية متوافقة مع القواعد القانونية اللي موجودة عندي، إنما مفيش حظر على مسألة نقل البيانات خارج الإيه؟ خارج الحدود، وده اللي موجود الحقيقة في مشروع القانون المصري فيما يتعلق بالجي دي بي آر. الجزء الآخر الحقيقة اللي اتكلمت عليه مسألة الحجب بتاع المواقع، ودي نقطة الحقيقة غاية في الأهمية. وقلت هو احنا ينفع اننا نحجب موقع معين لمجرد انه في واحد من اليوزرز حط كونتنت المفروض انه الليجل بشكل او باخر؟ طيب ما هو ده جزء من الكومبلاينس الحقيقه. جزء من الكومبلاينس انه حضرتك يبقى عندك قواعد واشتراطات واضحه جدا في الويب سايت بتاعك اللي بتقول انه سياستك انت بعيدا عن القانون اللي مطبق في الدوله، انه الحاجات اللي بتحض على الارهاب، الحاجات اللي غير قانونيه، كل الكلام دوت من حقك انك تحذفه. وفي نفس الوقت بمجرد ما بيجي لك نوتيفيكيشن او اخطار من احد الاشخاص انت المفروض ان يبقى عندك اليه لمراجعه هذا المحتوى اللي موجود على المنصه بتاعت حضرتك او على الابلكيشن او على الويب سايت تمام، وبتبتدي انك تاخد الايه تاخد الاجراء يعني المناسب في اطار القواعد اللي حضرتك بتتكلم عليها. طيب لو المحتوى ده بقى ما هواش في إطار القواعد اللي انت حاططها أو في الاشتراطات اللي انت حاططها وقد يكون داخل في إطار حرية الرأي والتعبير مثلا، أوكي؟ ودي النقطة الحقيقة اللي ممكن نقول عليها أنها نقطة رمادية. طيب هل القانون هنا وإحنا بنتكلم على الحجب بيتكلم على الموضوعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير؟ الحقيقة لا، القانون هنا الحقيقة وفي مادة الحجب تحديداً مادة ليها ضمانات كتيرة جداً بالنسبة للناس اللي بتشتغل وبتقدم خدمات تكنولوجيا معلومات. ليه؟ لأنه نمرة واحد أنا ما أقدرش أحجب موقع إلا لو كان بمناسبة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون ده،
تمام. طب ايه الجرائم اللي منصوص عليها في القانون ده؟ الهاكينج، الدخول غير المصرح به، نشر الفيروسات، كل الجرائم التكنولوجيه. هل فيها سب وقذف؟ ما فيهاش. هل فيها شائعات؟ ما فيهاش. هل فيها تحريض؟ ما فيه. كل الكلام ده الحقيقه ما هوش موجود في القانون 175 اللي هو قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. احنا كل الجرائم اللي منصوص عليها في القانون جرائم تكنولوجيه. يبقى نمره واحد، عندي جريمه تكنولوجيه تمت من خلال ويب سايت. طيب هل من حق الجهة الأمنية أو الـ NTRA أنه يحجب؟ لا، لازم أروح للقاضي، تمام، أقول له الموقع الفلاني أو الابليكيشن الفلاني بيقوم بالجريمة دي، تمام، وادي الأسباب بتاعتي في أني محتاج أن أنا أحجب الموقع دوت. يبقى عندي الأول جريمة تمت منصوص عليها في القانون، رحت للقاضي، القاضي اداني إذن، تمام، فهبتدي أني أحجب الموقع أو التطبيق. طيب حضرتك النهاردة حالة ضرورة، حد بيعمل أتاك على محطة كهرباء من موقع معين أو أبليكيشن معين، مش هقدر إني أستنى أخد إذن قضائي مسبب. من حقي إني أحجب بناء على حالة الضرورة دي، بس أنا مطالب كجهة، تمام، سواء كان الـ NTRA أو الجهة الأمنية، إنها في خلال 48 ساعة لازم تروح للقاضي تقول له إحنا حجبنا الموقع الفلاني للأسباب 1، 2، 3. القاضي يا إما إنه يوافق على قرار الحجب اللي تم، يا إما إنه يرفض قرار الحجب اللي تم. لو رفض قرار الحجب اللي تم فالمفروض إنه قرار الحجب دوت يرفع والموقع يرجع زي ما كان في الشكل الطبيعي يعني، تمام. فدي مسألة مهمة. طيب حضرتك اتحجب لك الموقع بأمر قضائي، خلاص كده؟ لا، مش خلاص كده. من حقك انك تتظلم من الأمر القضائي اللي طالع ده قدام دايرة جنائية أخرى، قدام محكمة تانية غير المحكمة اللي ادت الإذن بالحجب. وبالتالي بقى عندك فرصة انك تعرض الأسباب بتاعتك قدام قضاة آخرين وتفند كل الكلام اللي انت بتقوله. طيب القضاة الآخرين دول ما وافقوش على الكلام اللي انت بتقوله، اوكي، واستمروا في قرار الحجب، خلاص كده؟ لا، كل 3 شهور تقدر انك تتظلم مرة أخرى، تمام، من قرار الحجب قدام دايرة تانية. فكل دي الحقيقة ضمانات المفروض أنها موجودة في القانون وفي اللائحة التنفيذية. أتمنى أن أكون يعني غطيت الأسئلة بتاعت حضرتك. هي أنا هضيف حاجة هنا، احنا كنا عاملين في أواسب أبسك أفريكا، كان في داي 1 يوم 4 سبتمبر، وكان معنا سبيكر كان جيم مانيكو، هو من الناس الفاوندرز في أواسب، وكنت واخده احنا رايحين طريف، بقول له احنا في سيشن بتكلم عن النيو ريجوليشن الخاصة بسايبر سيكوريتي، فقال طب كويس جدا، طب ايه التغييرات اللي حصلت في القانون الجديد؟ فكنت بقول له هو مفيش، هو ده اول مره لسه يعني. فالحقيقة كان مصدوم جدا، احنا انتوا 2019 لسه بتعملوا القانون اللي احنا بقى لنا فيه 30 سنه وبنابديت فيه بشكل مستمر، خاصه قانون زي ده المفروض ان يحصل فيه ابديتس بشكل مستمر. ففي حته ان احنا يكون في قانون واحنا لسه بنحاول نديفلوب، هو انا شايف العكس، احنا لازم يبقى في قانون بقى يعني، ما ينفعش اكتر من كده. وديفنتلي انا متهيالي البنود، طبعا ما دخلتش في تفاصيل كتير، بس في بنود كتير قوي مفيدة جدا للشركات انها تبقى مطمنة ان مش هيجي جهة امنية فجأة تاخد قرار معين، سواء بالحجب سواء بالضبط او غيرها. يعني حتى في اللائحة التنفيذية في جزء خاص بالضوابط الخاصة بالتحريز، يعني انت لو سي حصل انسيدنت عندك، جم مباحث قبل كده بيحصل ايه، بيخش ايه للسيرفرات، اجهزة افصل حط في العربية واشحن، صح؟ اللائحه التنفيذيه بتحط الضوابط التفصيليه جدا، ازاي يقدر ياخد ايميجنج، ازاي ما يوقفش السيرفر، ازاي ما يعطلش البيزنس. ففي بعض التفاصيل اعتقد مفيده جدا حتى لي لو في حد بيفكر في استثمار جوه مصر. يعني الجزء الخاص بالحجب طبعا انا باكد على الدكتور محمد قاله، ممكن احنا في مصر قابلنا لو انتم فاكرين الكيس لما طلع قانون، مش قانون سوري، قرار محكمه بحجب يوتيوب ايام الفيلم الموسيقي للرسول صلى الله عليه وسلم، وقتها كانت تبقى كارثه. متخيل انت قررت لا المفروض اليوتيوب يتقفل يعني. فديفنتلي ان يبقى في بروسس تفصيليه بالشكل ده اكيد هتبقى احسن كتير قوي، ان احنا على الاقل يبقى في بروسس واضحه لحجب المواقع، ما تبقاش بشكل بدون ما لي يكون لي بروسس تفصيليه يعني. هو يعني تقريبا كان هل هتدي قرار
على اساس هيتم حجم الموقع؟ ماشي سكوب. هل هيكون في بارامترز على اساس هيتم حجم الموقع؟ يعني ممكن يكون انا بعمل موقع وانا شايف ان هو مش بيهدد البلد ولا حاجه يعني. هقول هأكد بس على حاجة دكتور محمد قالها. احنا قانون نفسه قانون تكنولوجيكال بحث، يعني بنتكلم على الجرائم المنصوص عليها في القانون كلها سايبر هاكينج وحاجات كده، لكن الإشاعات وغيرها من القوانين التانية، الحاجات التانية دي في قانون تاني بالمناسبة، يعني الناس ما تفتكرش ما فيش قانون، في قانون تاني قانون الإعلام أعتقد دكتور بيفصل، لا أنت لو نشرت حاجات إشاعات أو غيرها دي لها ضوابط، بس القانون هنا بيتكلم على السايبر أتاكس أو سايبر ثريتس يعني. فإحنا هنا لو حصل يعني إمتى هيبقى الموقع بتاعك تحت بنود القانون؟ لو حصل ان الموقع نفسه في انسيدنت حصلت بحد بيستخدمه بيهاك منه حد معين يوزر عليه، حد دخل على الموقع عندك وقدر ياخد المعلومات بتاعته، كل ما له علاقه بيه السايبر اتاكس يعني. الفصل الرابع ماده 19 يعاقب الشخص المتخلف عن 6 أشهر غرامه كل مسؤول عن الحقيقة ملامح اللائحة يعني بنتكلم على فاير وولز، بنتكلم على أنتي فيروس، بنتكلم على وسائل تشفير، تمام، بنتكلم على استخدام كلمات سر، بنستخدم بنتكلم على مالتي فاكتور اوثنتيكيشن في بعض النظم اللي ليها طبيعة حساسة، بنتكلم على انه لازم يبقى فيه هوية بالنسبة للمستخدمين للنظم المختلف. ده الحد الأدنى الحقيقة اللي موجود في اللائحة اللي المفروض انه كل ادمنستريتور هيبتدي انه يكمبلاي عليه وانس انه اللائحة ابتدت انها تطلع للنور. طيب حصلت يعني انسيدنت بعد ما هو خد كل الاحتياطات دي، خلاص هو كده بذل عناية الايه الشخص الحريص زي ما احنا بنقول، هو هنا حقق الالتزام القانوني اللي القانون واللائحة اتكلمت عليه، وبالتالي ما عندوش اي مشكلة ولا مسؤولية عليه في المسألة دي. طيب لو ما خدش الاحتياطات دي، لو ما قامش بدوره في المسألة دي، هنا هيعاقب لانه اهمل في اتخاذ المعايير الفنية اللي القانون بيتكلم عليها. احنا لما بنتكلم على ابلكيشن سيكيورتي ممكن انا لخصتهم هنا، بس اللائحه التنفيذيه حاطه تفاصيل ثانيه اكتر عشان لو في انفراستراكشر وكده، بس انا تصوري كلها زي ما ذكر هنا المتحدث كان بيتكلم على ان هي كل حاجات بيزكس. فاحنا مش معقول يكون عندك ابلكيشن وما فيهوش اس ال وفي اوثنتيكيشن مثلا، مش معقول يكون عندك ابلكيشن في ساين اب وكل الناس بتستخدم نفس اليوزر نيم والباسورد، مش معقول تكون عندك مثلا ابلكيشن الباسورد بتاعته ينفع تكون 1 2 3. فانا الحاجات دي كلها بيزكس، وباكد تاني ان دي المينيمم ريكويرمنتس، معنى ان مش معنى ان انت حققت دول انت سكيورد، انت حققت دول يبقى انت ما عندكش لايبيليتي من ناحيه القانون، لكن انت كسكيورتي لا طبعا اكيد في ريسك اسسمنت ممكن يحصل ويكون في ريكويرمنتس ثانيه مطلوبه يعني. من الجهة المنوطة بالتحقيق في أي سايبر كرايم؟ طيب احنا عندنا الحقيقة جهتين، عندنا مباحث الانترنت او مباحث الاموال العامة على حسب الكيس اللي قدامنا، تمام، او انه الانتي ار اي، لان الانتي ار اي كمان هو الجهاز المنوط بتطبيق القانون، تمام، فهم اللي بيبتدوا انهم يحققوا في المسألة دي وبيعدوا تقرير خبرة فنية. ويعني مهم كمان اننا نبقى بنتكلم هنا بقى على الديجيتال فورنزكس او الأدلة الرقمية وحجيتها في الإثبات والطريقة اللي بيتم تقديم الأدلة الرقمية بيها للمحكمة. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي اللائحة الحقيقة بتتكلم عليها بشكل واضح بإجراءات واضحة جدا علشان
نقدر نبقى ضامنين انه ما فيش اي تعديل او عبث بيتم في الأدلة اللي بيتم تقديمها للمحكمة. مش بس كده، انما عملنا كمان ضمانة مهمة جدا للأشخاص اللي هيبقوا متهمين في المسألة دي، انه بقى من حقه كمان انه ياخد نسخة من الديجيتال ايفيدنس بتاعه القضيه بتاعته، عشان لو حب انه يديها للمحامي بتاعه او يروح لفورنزيك لاب تاني يبتدي انه يحلل المساله دي، بحيث انه يعني يبين انه هو ما هواش متهم في القضيه. وده جزء من التوازن الحقيقه اللي القانون واللائحه عملوه عشان يبقى في ضمانه للاشخاص. كان عندي تساؤل عن السكيلز او الكواليفيكيشنز اللي هتبقى موجوده عند المحامين او القضاء او رجال الشرطه اللي هيعملوا بروسيسنج على التحريز ده، او ياخدوا ايمجنج اكوزيشنز، كلام اللي هو ديب تكنيكال ده، هل هم هيبقوا جاهزين وانس ان اللائحه التنفيذيه تكون جاهزه بالسكيلز والكواليفيكيشنز؟ ومين الجهه اللي هتضمن ان هم عندهم السكيلز الكفايه ان هم يشتغلوا على حاجه زي كده؟ ده التساؤل الاولاني. التساؤل الثاني، امتى اللائحه التنفيذيه هتكون جاهزه؟ ولو حصل لا قدر الله حد شركه تعرضت لسايبر كرايم او حاجه، هل يطبق عليها القانون ولا هننتظر اللائحه التنفيذيه؟ شكرا. شكرا ليك. طيب اتفضل. خلينا نقول انه القانون الحقيقه بيتكلم في ماده منه على الخبراء، تمام، وانه هيبقى جوه الان تي ار اي في سجلين لتسجيل الخبراء، الخبراء اللي بيشتغلوا في الان تي ار اي والخبراء اللي من الخارج. انه حضراتكم من الممكن ان انتوا تقدموا طلب بمجرد صدور اللائحه التنفيذيه علشان تبقى خبير بيتم الاعتماد عليه في النيابات او المحاكم. طيب هؤلاء الخبراء ليهم مواصفات؟ ليهم مواصفات، في ملحق الحقيقة بمجموعة من السيرتيفيكتس المحترمة جدا اللي متعارف عليها في العالم كله، انه لو حضرتك معاك سيرتيفيكتس من السيرتيفيكتس اللي منصوص عليها في اللائحه التنفيذيه، من حقك ان انت تقيد ضمن سجل الخبراء. طيب هل النهارده الان تي ار اي في الخبره دي؟ طبعا الان تي ار اي في الخبره دي. طيب هل الجهات الشرطيه فيها الخبره دي؟ الحقيقه معظم الجهات القضائيه النهارده عندها فورنزيك لابس، عندها مهندسين متخصصين، عندها بعض الضباط اللي حاصلين على بعض الشهادات المهنيه المحترمه جدا في مجال الادله الرقميه بشكل يعني ايه واضح جدا. هل عددهم كافي؟ لا، عددهم مش كافي. طيب هل النهاردة النيابة والقضاء عندها نفس المعرفة الفنية؟ بالتأكيد لا. هل المحامين عندهم نفس المعرفة الفنية؟ بالتأكيد لا. إنما خلينا نتفق على أنه في ليرنينج كيرف كلنا بنعدي بيه. لما هيجي النهاردة المحامي ووكيل النيابة والقاضي هيبتدي يقرأ التقارير الفنية اللي بتتكتب من خبراء متخصصين أو من ناس على قدر عالي من المهارة والمعرفة الفنية، شوية بشوية هنبتدي أننا نشوف أنه الكلام دوت بيتنقله يعني جزء من الخبرة. ده طبعا جنب برامج التدريب اللي احنا بنعملها للنيابات وللقضاء بشكل كبير. ويمكن الميزة كمان في القانون دوت اننا خلينا القانون ده من اختصاص المحاكم الاقتصادية، فعدد القضاة الحقيقة اللي موجودين في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 250 قاضي، فبيبقى عملية التدريب والتأهيل بالنسبة لهم والاستثمار في البرامج التدريبية الخاصة بيهم ما هياش صعبة قوي قد ما بنتكلم على كل القضاة اللي موجودين في مصر. أتمنى أن أنا أكون فضلت كل ال لا مية مية. في أي استفسار؟ طبعا القانون نزل ومفروض ان في فتره سنه صح لحد ما يحصل. طيب خلينا نقول حاجتين الحقيقه. خلينا نقول انه في جزء مرتبط باللائحه التنفيذيه وفي جزء مش مرتبط باللائحه التنفيذيه. يعني ايه؟ يعني القانون بيتطبق من يوم 15/8/2018. القانون بيتطبق من يوم 15/8/2018. ليه؟ لانه في جرائم بتتم على الارض. الجرائم اللي بتتم على الارض دي ليها عقوبات؟ ليها عقوبات. طيب
حد هيجي يقول لي بس القانون كان بيتكلم على الأدلة الرقمية وحجيتها في الإثبات. مظبوط. طيب ده معناها إنه الدليل الرقمي هنا ملوش حجة في الإثبات، القاضي مش هياخده كدليل، القاضي هياخده كقرينة. تمام. وبالتالي مجموعة القرائن اللي موجودة، وقد يكون هناك أدلة أخرى موجودة في القضية، فبيبتدي القاضي يحكم بناء عليها. إنما إحنا محتاجين اللائحة التنفيذية في إيه؟ إحنا محتاجين اللائحة التنفيذية مثلا في المادة 29 فيما يتعلق بإيه المعايير الفنية اللي المفروض إنه الأدمنستريتور بياخدها علشان يبتدي إنه يأمن نظم المعلومات بتاعته. دي اللي محتاجة اللائحة التنفيذية. ليه؟ لأن أنا ما عنديش هنا معايير موجودة. طيب إيه كمان اللي أنا محتاجه من اللائحة التنفيذية؟ المادة 2 وهي بتتكلم على البيانات المتعلقة بحركة الاتصال، الليستنج بتاع البيانات دي ما هواش موجود في القانون، فمحتاج اللائحة التنفيذية. ففيما يتعلق بالجزء بتاع الجرائم، القانون المفروض أنه بيتطبق من أول يوم صدر فيه، أو يعني من اليوم التالي لنشره. تمام. فيما يتعلق بالمعاد، يعني قريب جدا المفروض انه اللائحه يتم اصدارها، هي تم يعني الانتهاء منها ومراجعتها من مجلس الدوله، ومجلس الدوله يعني حط عليها مجموعه ملاحظات وتم تلافي هذه الملاحظات في صياغه نهائيه، وبصدد الاصدار قريب جدا ان شاء الله. هو في دكتور في سنه توفيق اوضاع صح من اول اصدار القانون؟ عدت السنه دي كده خلاص. تمام. طيب انا معلش بستاذنكم، معتز عمال يقول لي التايم اب خلاص، فاحنا موجودين ودكتور حجازي موجود طبعا، فبرضه لو حد عنده اي استفسارات تانية ممكن بعد السيشن او في البريك تحت امركم. بنشكركم جدا، ونتمنى كده ان شاء الله تكون السيشن مفيده. البرزنتيشنز خاصه بابسك افريكا كلها ان شاء الله هتبقى على البورتال، لو او حد لو اي حد موجود ممكن يسبسكرايب على الميلينج ليست بتاعت اواسب كايرو تشابتر، هتلاقوه برضو خش على جوجل واسب كايرو تشابتر هتلاقي فيه ميلينج ليست سبسكرايب، هتلاقي بنبعت عليها اي اكتيفيتيز او ايفنتس بنعملها بلس كل الماتيريالز الخاصه بالايفنت يعني. وشكرا جدا ليكم يعني. شكرا.